السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. طبتم سادتي وطابت الأرض التي فيها دفنتم. أيها الأحبة، عظم الله لكم الأجر بمناسبة ذكرى أربعينية سيد الشهداء الحسين صلوات الله عليه وأخيه أبي الفضل العباس سلام الله عليه، ومع النجاح الباهر الذي حققته الزيارة المليونية لهذا العام. وكما هي العادة بين الحين والآخر نجد هناك من يحاول أن يعكر صفو هذه المناسبة الأليمة على قلوب العراقيين فيفتعل أزمة هنا أو أزمة هناك. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم التي حملت عنوان أغاضتهم ملايين الأربعين فكشفوا عن معدنهم. معكم علاء فاضل، وفي الإعداد الإعلامي قاسم العجرش وأحمد سلام في الإخراج. أيها الأحبة، كما هي العادة نقرأ مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان دردشة مع العقلاء، الكاتب الدكتور حميد مسلم الطرفي. دردشة مع العقلاء، الكاتب حميد مسلم الطرفي. عندما يصل عدد الزوار العراقيين وغير العراقيين إلى 25 مليون على أقل تقدير، فلا غرابة أن تجد بينهم ألفا أو أكثر بقليل يأتون لأغراض دنيئة، فلا ننشر دناءتهم لتعكر الصفو وسلامة نوايا الأكثرية، فهم أحق بنشر مآثرهم. الحسين رمز روحي وأخلاقي عظيم، وشعائر زيارة الأربعين تقربنا منه وتشدنا إليه، ونحن بأمس الحاجة لأن نحياه في ضمائرنا وأرواحنا في مثل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العراق. فلا أظن أن محبه يزوره اليوم ويبغض محبه الآخر غدا، فصديق صديقي صديقي، عسى الله أن ينجينا من مضلات الفتن بزيارة الحسين. الحسين رمز الوحدة. السلام عليكم مرة أخرى أيها الأحبة، وانضموا معي بالترحيب بضيوف الأكارم الأستاذ زيد الحسن الكاتب والمحلل السياسي، الأستاذ إبراهيم الجابري الباحث والأكاديمي. أستاذ زيد، قصيدة، احنا بالمقدمة قلنا ان هناك من يحاول ان يصطاد في الماء العكر. قصيدة باسم الكربلائي هذه قصيدة قرأت في زمن مضى، ربما قبل سنة او اكثر، لكن يبدو ان الاعداد الهائلة التي شهدتها زيارة 40 الإمام حسين صلوات الله عليه اغاضت البعض، فاراد ان يعكر صفوها. بماذا تعلق على هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو نفرض ان هذه القصيده ما موجوده، طيب والملا باسم ما حشاها، ما راح تصير هاي الاعداد المضاده لهذه الزياره؟ تصير اكيد بالضبط. الزياره سنه عن سنه تثبت انه الامتداد صحيح، المسير نحو كربلاء شريعه مقدسه، هذا يغيظ الطرف الاخر، يعد العده لاي شيء، مستعد يفعل ما يشاء. احنا نفرح انه عندنا اجهزه امنيه وعندنا محكمه اتحاديه اليوم بشرتنا وبتت بالامر، ونفرح عندنا شباب واعي ما ينقاد نحو المضللين. قصيده باسم قديمه مضى عليها اكثر من سنه، واكثر من منشد باسم هو نجاح، يعني مو جديده على اليوم يعني. فهي ما هي الا وسيله من وسائل الطرف الاخر لاضعاف او تشويه صوره الزياره، ولكن سبحان الله الزيارة خالدة وتبقى خالدة وسنة عن سنة تكثر. ولعل هذه السنة شهدت إقبالا أكبر من كل السنوات التي مضت. هذه لها نقطة خصوصية أخرى بسبب زيادتها. اليوم الناس أجمعت أنه تحس بظلم وتحس أنه كربلاء. هذا موضوع راح نناقشه وياك لأن أنت ذاكر في مقالك. بالضبط. بس الثابت أنه هذه الزيارة أضخم زيارة على مر السنوات السنة. نعم صحيح. من ناحية العدد ومن ناحية الانضباط ومن ناحية التواجد المد واللوجستي والخدمات المقدمة لإكرام الضيوف اللي
لم يشهد له، لم تشهد له بقعة من بقاع الأرض. تقريبا كل دول العالم مو بس شيعة، حتى سنة، نعم، حتى من باقي الطوائف الجمع. هذا دليل أن الزيارة خالدة ومقدسة وقدسية، وما يقدر أي جهة، أي جهة معادية لهذه الزيارة بيقدر تسوي أي شيء. طيب أستاذ إبراهيم، إحنا نقرأ بالدعاء. نعم. اللهم إلا عن أول ظالم ظلم محمد وآل محمد، نعم، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللي اعترضوا شير دون، يعني دون نبطل قراءة هذه الزيارة أو هذا الدعاء. نعم أحسنتم أستاذ علاء. أنا حقيقة أولا أتوجه بالشكر إلى إدارة القناة للاستضافة بموضوع هذا الحديث الحالي، كما أشكر الأستاذ زيد الحسن. وحقيقة في التقييمات لهذه المسائل المطروحة اليوم، هي ليس من شك موضوعات ذات وفرة سياسية، و نستطيع أن نقول أنه وفرة أو صنيعة مخابرات دولية تستهدف في الواقع هذه الأنشطة الاجتماعية والدينية في العراق. وعلى اعتبار أن العراق يمثل العصب الحي في الواقع للوطن العربي، وربما أنه هذه الاستهدافات تستهدف المناطق الميتة من هذه الزيارة، أكاذيب، مجموعة من التروهات. الإعلام يركز على مجموعة أشياء ساذجة في الواقع، كما كان العام أحد القنوات الفضائية ركزت على موضوعة الحمل، حمل النساء في يوم واحد وولادتها في يوم واحد، وهذا واضح. أما في العودة إلى هذا النص، حقيقة نحن جزء من التاريخ، ولا يمكن أن نلغي التاريخ من حياتنا، لأنه هو من يوفر علينا تفسير الحوادث المعاصرة أو المستقبلية. بالتالي أنه إذا لغينا نص من هذه النصوص، يعني يتوجب علينا أن نلغي جزء من القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم في مسيرة آياته ندد بكثير من أفعال بشرية هي قائمة على أساس الاستحواذ وعلى أساس القتل. هذا النص حقيقة فيه شطر مهم، أنه يركض على مفردة عصابة أو عصابة. العصابة هي أداق أو يعني بهذا الشكل، هي مجموعة قليلة دائما تمارس عصابة، نعم، تمارس هذه اللفظة على 19 أو ربما 20 من المجموع الكلي. فأكيد حقيقة في كل مراحل التاريخ، أنه في كل الحركات الإصلاحية، في كل النهضات، أنه كانت هنالك مجموعة تمارس أو توغل بممارسة الجريمة اتجاه هذه المشاريع الإصلاحية. فرسول الله صلى الله عليه وآله تعرض إلى جملة كبيرة من أبواق التسقيط، ومن مجموعة هي حقيقة أنه عاصرت ما قبل الرسالة وما بعد الرسالة، وحتى كان أثرهم في الدعوة الإسلامية بعد استنشاقهم الإسلام كان دورهم سلبي، كأبي سفيان مثلا الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: مات أبو سفيان ولم يتجاوز الإيمان حنجرته. فبهذا الشكل احنا لا يمكن إلغاء الحقائق التاريخية التي باتت ثابتة، ومع كل الأسف التركيز على هذه الأشياء اللي هي باتت بحكم الضعيفة في خصوص أنه التنديد بهذه النهارات العظيمة. شكرا أستاذ زين. يعني في خضم هذا العدد الهائل الذي شهدته الزيارة والعدد الكبير من مواكب الخدمة الحسينية، نجد مثلا سجل 9000 موكب للترحيب بالزوار وتقديم خدماته لهم، وكل هذه 9000 يعني ربما شذ منها واحد أو اثنين من المواكب التي ربما أساءت في بعض الأحيان. لكن المشكلة أن فضل المواكب المتسقة مع الشريعة، مع الخلق، مع القانون لا يذكر، بينما إذا أساء أحد المواكب فإن التشنيع يبدأ عليه بشكل
مرعب. للاسف للاسف احنا نقول انه هذه الزياره وقدسيته، واكو بعض من الناس انه من بعده بعد ما نطلع اطلاع كامل على حقيقتها، تجد انه تجنيد لهذه العناصر المسيئه. يعني هاي العناصر المسيئه ما تجي من فراغ. ما اعتقد اكو انسان عاقل سوي ممكن يشوف ناس تقدس امر معين. هسه ربما اكو مرضى نفسيين، يعني لا المريض نفسي ما يظهر بيوم وليله بوقت معين بوقت محدد بمناسك زياره، ولكنها مدفوعه ثمن بطريقه او باخرى. وادله كثيره، يعني انه القوات الامنيه لازم يمسكوا هواي اشخاص هم محسوبين على طرف الشيعه او طرف معين اخر، ولكنهم مدفوعين لجهه اخرى. الزياره اليوم تركت بصمه بقلوب السياسيين اولا. انه هذه الاعداد وهذه المواطنين وهاي الناس اللي جاي تسحب الكربلاء ومن اجل فراغ، من اجل احياء ذكرى ابا عبد الله الحسين سلام الله عليه، وترجع لكل مخطئ وكل مسيء القواعده الاصليه ويفكر ويعيد حساباته من جديد. فالمعادي اليوم يستغلها فرصه انه يريد يظهر سيئاتنا، سيئات المواكب، سيئات الشيعة، ويتغافل عن الاف القصص، الاف المكارم اللي بدرت من المواكب ومن غير المواكب من الاشخاص. شنو المكان العربي اليوم بهذا غير موجود؟ غير هذا هذه غير مزروع على مدى سنين طوال. يعني ليس القضيه متعلقه بالعقل او بالسلوك او المواقف، اي متعلقه بدوافع نفسيه. يعني اي دافع ما نقدر نصنف انه دافع الحقد. حقد وغل مزروع لسنين طوال، انه وصلت ما وصلت اليه زياره من عظمه ومن قدسيه ومن رهبه واعداد هائله تترك اعمالها واشغالها وتتجه نحو كربلاء. الخوف على الوطن وعلى المواطنين وين؟ هنا ما يفكرون بهذول. ما يفكرون بهذول، هذا الموضوع مو ما يخصهم. الموضوع يخصهم انه كيف يسقط الطرف الاخر. استاذ ابراهيم، التشنيع واللجوء للاعلام. يعني على حدث مضى عليه عام او اكثر، هل هو انعكاس لأزمة دينية، لأزمة سياسية، لأزمة أخلاقية، لأزمة إعلامية؟ أكيد أن موضوعة تسليط الضوء على مادة قرأت في أحد المجالس الحسينية، وهي حقيقة أنا أتذكر هذا المقطع قديم وهو مشطور حقيقة، لأن هو كان يندد في سياسة الأمويين وسياسة من تكالب على ثورة الحسين سلام الله عليه. وبالنتيجة هذه الأشياء المشطورة دائما إذا توظف في الإعلام حقيقة من ورائها استهدافات ومن ورائها جهات. عملية الشطر هي قضية بوليسية، يعني أنت حينما تنظر إلى تركيز على شطر معين، لما لا يعني تظهر القصيدة كلها في الإعلام؟ ظهر نص، وهذا النص حقيقة يستجلي بوضوح عملية استهداف أو إيقاظ شرائح اجتماعية معينة في وقت أن الشعب العراقي حقيقة يضرب أروع الأمثلة في قضية اللحمة الوطنية وفي قضية أنه تقديم الخدمات الهائلة التي عجزت حقيقة الشعوب المنطقة العربية وكذلك شعوب الشرق الأوسط في إغاثة هكذا. رأينا مشايخ المنطقة الغربية كيف يرسلون، يعني أحسنتم، يعني هنالك من طوائف برزت لدينا، طوائف المسيحية لها مواكب، وأيضا أنه برزت على الإعلام، كذلك إخوتنا مثلا في الأنبار أنه هنالك مواكب لهم قدمت وساندت. وأنا أستغرب حقيقة من هذه الفعالية اللئيمة التي من ورائها أكيد لوس أنجلوس، أكيد أنه من ورائها بواعث تعاني من اختلاجات، اللي هي أنه رؤية العراق مستقرا ومتلاحما. الخوف من قضية استقرار العراق في الأكارم. أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا آخر من مقال حمل عنوان الزحف نحو كربلاء مستمر بنداء لبيك يا حسين، الكاتب أياد الإمارة. الزحف نحو كربلاء مستمر بنداء لبيك يا حسين، الكاتب إياد الإمارة.
إن ما يحدث في كربلاء المقدسة هذا العام في زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في أربعينه الشجية غير مسبوق منذ أن من الله تبارك وتعالى على الزائرين بالفتح، غير مسبوق بأعداد الزائرين وإصرار خدمة سيد الشهداء عليه السلام على تقديم الخدمات إلى هذه الأعداد الهائلة من الزوار. إن في الأمر سرا، لا أبالغ في القول إن في الأمر سرا أن تكون الزيارة بهذا الحجم في مثل هذا التوقيت وفي مثل هذه الظروف التي يعيشها العالم والعراق. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ زيد. السعودية الوهابية تقول زيارة الأربعينية مخالفة للشرع وللسنة، لكنهم لا يتحدثون عن دعمهم لخمسة آلاف إرهابي كان شغلهم الشاغل قطع الرؤوس وتفجير جيفهم أجلكم الله على الأطفال في المدارس وعلى النساء في الأسواق وعلى غير ذلك. هسه هاي شلون؟ احنا تعودنا على السعودية وفتاويها، مو جديدة علينا. يا ريت تحكي لنا باستفاضة، يعني مو جديدة علينا. السعودية أعمالها الإرهابية ثابتة ومسجلة دوليا، من ضمنها مقتل أبو نمر وإعدامه وقطع رأسه. السعودية ما زالت اليوم تقطع الرؤوس بجناية وغير جناية، ما زالت بالشبهات تأخذ الناس بس مجرد أنه انتناء لفئة أو طائفة أخرى. السعودية بلد يدعي شيء ويفعل شيء آخر. السعودية إن كانت تحافظ على مسألة الحج والعمرة فمن أجل مكاسب مادية، مكاسب مادية. السعودية ملأت العراق بالمفخخات، السعودية ملأت العراق بالإرهابيين. السعودية أول من قطع أوصال العراق هي السعودية. هدمت مراقد العلم. السعودية أفعال شو هذا خارج يعني، لكنه بالعصرنا الراهن رأينا كيف فعلت في سوريا وفي اليمن في ليبيا. الحالية الوضع السياسي يجعلها تجمل بسياستها أو تتعاطى بطريق آخر من أجل مكاسب سياسية تتطلبها من الغرب. وأن بالعراق لا، بالعراق هي ما لها شغل بالعراق. السعودية أساسا هي بلد إرهابي أولا ومو جديدة علينا. سيد إبراهيم، قصيدة الكربلائي قديمة. قصيدة الملة باسم الكربلائي قديمة. تعتقد أن من أراد أو من عمل على إثارتها من جديد أراد بهذه الإثارة أن يساوم ببعض الذين أساءوا لآل البيت صلوة ولهذه الشعيرة ليقايضوهم بملة باسم مثلا؟ يعني أكيد أن هالقصيدة هذه احتوت على مضامين تاريخية وسياسية، وهذه ما زالت المضامين أتصور لا تقف يعني عند ملا باسم أو الشاعر الذي كتبها. هذه مضامين ضاربة في عمق التاريخ، وهي التي قسمت المنطقة إلى مذاهب، بل قسمت الإسلام ربما. أحسنت، قسمت الإسلام وإلى أيديولوجيات. فهذه أنا أتصور هي جزء من تاريخ صراع ممتد وقامت من أجل حروب ويعني حقيقة تفرعت في المنطقة. إلا أنه ما يسعف ويعني به تندمل الجراحات أن مرجعيتنا الدينية الرشيدة تحاول دائما التقليل من الصدمات والتقليل من الانشعاب والهرولة خلف هذه التداعيات. لأن قلت لك القصيدة نظم محبك ونظم فيه استرسال، والاسترسال يحكي تخصيص الجريمة في مجموعة من الناس الذين أذكر منهم هنالك وفق مدرسة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنه هنالك من اشترك في قتل الإمام الحسين عليه السلام، 8 أو 10 منهم شبث بن ربعي، منهم نعمان بن بشير، منهم عمرو بن سعيد بن العاص، منهم فلان وفلان. فلا يمكن مداواة هذه الجراح بقطنة، هذه جراح نابضة ما زالت نازفة. فأنا أتصور أنه هذا التوظيف هدفه واضح، نحن مقبلون على عملية سياسية ما زالت أنه
في ساعات مخاض عسرة، فربما أنه تفجير هكذا قنبلة قد يعني يجلب لهم مصلحة معينة. ولكن أنا أراهن على أدبيات الشعب العراقي، وأراهن على وعي الشعب العراقي وعملية أنه التغذية الثقافية المستدامة لهذا الشعب، وأيضا أراهن على عمق وعي هذا الشعب الذي استطاع اليوم أنه يضرب أروع الأمثلة في قضية احتضانه وكونه بيئة حاضنة. النقطة الجوهرية في السؤال، هل تعتقد أن من حاول أن يثير هذه القضية أراد أن يقايض باسم الكربلاء بأولئك الذين أساءوا لأهل البيت سلام الله عليه عبر يعني التواصل يعني الشمال. ربما هذا هدف مطروح هذا هدف مطروح وتعمل عليه تلك الدوائر، وتعمل عليه ربما حتى أجندة داخلية في هذا الموضوع، وبالتالي أنه استشراء هذا وتشظي في أذهان الشباب. نعم أستاذ زيد، عفواً ربما يبقى ملف تحت أنظارهم قد يستعملوا في وقت لاحق. ملف باسم الكربلائي وسيلة ضغط يستخدمها في وقت وزمان آخر، والدليل على ذلك أنهم استلوا يعني هذه القصيدة من زمن مضى ورهنوها الآن. يعني نعم سازيد، نعم العراق طبعا دون أدنى شك يحقق مليارات الدولارات من توافد هؤلاء الزائرين على كربلاء المقدسة لإحياء شعيرة الأربعينية، لكننا رأينا أن البعض مستعد للتنازل عن مليارات الدنيا كلها في مقابل أن لا يشهد العالم صورة الزحف المليوني باتجاه كربلاء. شنو القضية؟ هل يرجع هو الموضوعنا الأساسي أنه وضعية أنه البساطة، أنا أريد تتحدث لي عن الجانب الاقتصادي يعني. أيضا البساطة انسحب من تحت أقدامه وتحول إلى طرف آخر كوضع سياسي. الزيارة نشطت بوضع السياسي الجديد، نشطت بتقديم بعض التسهيلات. مع العلم يعني وين كانت الدولة مقصرة اليوم، أنا شاهدت يعني أقول الدولة ما زالت مقصرة اليوم وجهة نظري، ولكن الزيارة مفتوحة وتزايد وأهالي كربلاء متاركين الأمر والناس وعيها زاد، فالزيارة أصبحت كتلة ثقل بالمنطقة، كتلة كبيرة جدا يحسب لها ألف حساب. ممكن تفجر ثورات من أرض كربلاء، ممكن تفجر عقائد من أرض كربلاء، ممكن انقلاب أنظمة. خلينا من تفجير العقائد رجعنا من أرض كربلاء، هي ثورة، هي كربلاء وقعت كربلاء هي ثورة، فثورة وتقدس بهذا النمط وتظهر للعالم بأبهى صورة، فأكيد هي تصير منارة للعالم. فالخوف كل الخوف من هذا، نفس الثقل يصرف الطرف الآخر عليها لإفشالها. طيب هي المعايير الوطنية تستلزم أنك إذا شفت فعالية ممكن أن تدر على العراق مليارات ملايين بل مليارات، كن أنت يعني تساند هذه. يا ريتهم أنه كانوا يستخدموا المعايير الوطنية. هل المعايير الوطنية أنه شعار يرفعه فقط؟ هي زيارة تحقق إيرادات مالية للعراق؟ بالعكس، إنفاق، الزيارة إنفاقية. وإن حققت فتصرف في نفس الوقت. لا، الصرفيات من الاهالي يعني ما لها لا تصرف، حتى الدوله تصرف عليها هذا النقل وهاي الوقود وهاي السيارات اللي مستمره والمنافذ الحدوديه اللي جاي تصير وايقاف الدوله وايقاف عمل الدوله وقطع الشوارع، كلها مصرف من الدوله بالحكم. سيد ابراهيم، نعم شاهدنا على وسائل التواصل الاجتماعي بعض المأزومين اللي يطلع يتمسخر على الزوار الاجانب، نعم، ويتحدث معهم بطريقة مسيئة وبطريقة غير لائقة إطلاقا. هذا نتاج شنو؟ نتاج النفس القومي لو نتاج دوافع أخرى؟ يعني الأستاذ الحسن يروح باتجاه الأجندة. نعم نعم، يعني ما من شك أن المجتمع العراقي بعد السقوط تعرض إلى وابل كبير أو حزمة كبيرة من عملية التخريب الممنهج، وعلى مستوى أنه صنع الأزمات النفسية والإعلامية وصنع الأزمات السياسية والاقتصادية. يعني تصور في فترة من الفترات كانت أسواق العراق الشعبية تضرب بقنابل،
وهي ليست أهداف استراتيجية ولا لها علاقة بالسياسة ولا لها علاقة بالسياسة، لكن أنها شنو تمثل عصب اجتماعي للمناطق الفقيرة. وهذا حقيقة بدوره، يعني إذا ذهبنا إلى المنهج الترابطي في الأحداث يعني يستلزم قضية أنه عملية خلق أزمة حتى بين شخصين. هذا أنه بالتالي يدر نفعا على بعض دول الجوار المستفيدة من هذه المسائل، لأن إرباك الوضع في العراق، استقرار العراق، هذا حقيقة يعني ما يخدم استراتيجية الدول الأخرى. يعني العراق مقبل مثلا على قضية أنه استثمار حقول الغاز، هذا فد مأساة كبيرة. زين العراق الآن إذا أصبح عنوانا لاستقبال الوفود وجيوش الوفود حقيقة من دول العالم، وبالتالي أنه راح يكون محل تلاقح الأفكار، راح يكون منتدى عظيم حقيقة لتبادل الثقافات، فهو نقطة حية جوهرية جدا مهمة. ولذلك حقيقة انعكاسات الزيارة اليوم بدأت أنه تتخطى الديانات، تتخطى المذاهب. عن حسين عليه السلام اللي يظهر أنه رسالة ورسالة وليس أنه درسا فقط، وإنما يؤخذ رسالة للشعوب. ولذلك أنه في الزيارة ورد السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، وهكذا يعدد الرسل. إنه شنو معناته كما يقول علي شريعة رحمه الله، يقول الحسين كان صاروخ علم وصاروخ إنقاذ للبشرية، رسالته رسالة تنديد بالظالمين، تنديد بسياساتهم. ولكن عندي تعقيب على قضية أنه الإنفاق، أخوان الإنفاق، أي فعالية اجتماعية الدولة أنه تدخل بقضية الإنفاق والتخصيصات. أنا كان عندي تهميشة على أن الدولة لم تمارس ذاك الدور الذي يتناسب مع حجمها. يعني هسه الآن عندك اللي اسمه هذا البطولة من بطولات العالم في الرياضة أو في يعني ما يتصل بالرياضة، الدولة دائما تأخذ وتصد استعدادات. حتى يمكن قبل فترة العراق كان عليه اشتراكات في قضية يمكن بطولة قطر الرياضية، يمكن ما أعرف بينما حسب قطر العراق اضطرها يربي ملاعب للاستعداد في بطولة الخليج. أحسنتم. زين أنت الآن الشعب العراقي الزائر من يجي، البيوت هي التي تنفق، هي لا تريد من الدولة شيء، تريد الأمن. أنت الأمن الشرطي دائما بدليل أننا إذا سحبنا تمويل الناس وعولنا على يعني ما تقدمه الدولة، متصلات الدولة مثل المطارات، من يشارك الدولة بواردها في المطارات؟ ولكن البيوت مفتوحة أصلا، هي تبذل البيوت من ثم القطاعات العسكرية يا أخي في أي منطقة مأزومة تتعرض، وبالتالي صرف البنزين والوقود وما شابه ذلك حركة اعتيادية ومنسجمة مع واقع وإطار عمل وزارة الدفاع الداخلي. شكرا لكما أيها الأحبة، تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير والذي حمل عنوان لأنه ظلم لا يطاق، الكاتب زيد الحسن. لأنه ظلم لا يطاق، الكاتب زيد الحسن. فلقد وضع الشعب العراقي نفسه تحت طائلة الظلم وهو فرح. هذا العام رأيت أن الزحف باتجاه قبلة الأحرار يختلف جذريا عن الأعوام المنصرمة من حيث الخشوع والرهبة، بل وحتى من حيث العدد. هذا العام رأيت جرح الإنسان فاغر الفاه ينظر إلى طريق كربلاء نظرة الباحث عن الدواء. رأيت وسمعت شكوى الناس عكس ما تنطق حناجرهم. رأيت الخلاص في أبهى صوره، حتى إني سمعت نبضات القلوب وهي تبث لواعجها إلى الله مقرونة بالتوسل بسيد الشهداء وبيومه الخالد. نعم، هذا العام فيه من الحزن الشيء الكثير، فيه طلب العفو والصفح من الله على التقصير وهدر السنين بجهلة. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، كما أجدد الترحيب بضيوفي الأكارم الأستاذ زيد الحسن. الإساءات والتجاوزات
التي صدرت من البعض بحق الشيعة بحق رموزهم الكبيرة والصغيرة لا تعد ولا تحصى. يعني شيردون يبدون مثلا حتى نرضي هذا وذاك حتى نرضي مثلا بعد إذنك حتى نرضي مثلا الدهلقي الخنجر الخشماني ما أدري شو اسمه تكون نسجن باسم الكربلاء حتى علينا ذا شلون حتى وإن سجلنا باسم الكربلاء وحتى وإن أغلقنا الحسينيات حتى وإن مرحنا الإمام الحسين حتى وإن عبدنا في الطريق من الحريق يردون الحكم نقطة على السطر الحكم مسحوب من تحت أقدامهم أفكارهم المريضة وحلم رغد من الخارج بعودة البعث فيبذلون الغالي والنفيس من أجل هذه العودة ولكن قصيدة باسم وقصائد غيرها وقصائد غيرها أثرت عندهم أكو عندنا قصائد إحنا تدعو للوحدة الوطنية وللحمة الوطنية ما حد ذكرها عندنا خطباء يوميا يدعون للوحدة ويدعون للأخاء والمحبة ما حد ذكرهم وما حد شكرهم وما حد نوه إلهم فالعلاج وياهم والكلام وياهم ما يفيد إحنا نبقى متمسكين بعقائدنا ومتمسكين برموزنا واللي ما يعجب على قولتي المثل يضرب رأسه في الحائط لكن هذا ينبي عن خلاف ربما يعني ينبش فيه في جثمان التاريخ عندنا من الملفات اللي التاريخ واضع إذا عليها آلاف عن غدر وغدر بخسة عدة جريمة سباكر وحدها جريمة سباكر وحدها ما تعادلها ملف ما يعادلها ملف قتل شباب دم بارد ومع التصوير والعرض والإهزوجات أثناء عملية الإعدام والافتخار من قادتهم وأن قادتهم أثبتوا أنهم هم فعلا إرهابية وأدلة من المحكمة فهذه شو الحالية ما تفيدنا ما تأثرنا أستاذ إبراهيم الكاتب الأستاذ زيد الحسن اللي هو ربالك الآن يعني يقول ما السبب الذي جعل البكاء أو العويل يزداد في هذا العام أو ليس هم ساستنا الذين مكناهم من رقابنا ومن مصيرنا ألسنا نحن من سمح لهم أن يغلوا في قتلنا وهدك كرامتنا وما زلنا نحابي هذا وذاك وننفخ بهم شنو إجاب يعني أنا أعتقد حقيقة مع احترامي الوافر للأستاذ إذا كان يقصد البكاء المرتبط بقضية معاناة الشعب العراقي السياسية والاقتصادية هذا يعني يقرره واقع الحال أما إذا كان البكاء التاريخي الذي جاء مرتبطا بقضية الإمام الحسين, قضية الإمام الحسين عليه السلام وجاءت به لنا الأجيال تحمله على أكتافها هذا حقيقة مرتبط بالنص ولا يمكن التفكيك بين الأثر والمؤثر بهذا أي كلما تصورنا أيام عاشوراء كلما تصورنا بكاء النبي صلى الله عليه وآله وحقيقة احنا معنيين بهذا لما لأن النبي هو المتصرف الأول في شؤون المسلمين وكون هو الذي أنه دعا لهذا البكاء التاريخي والذي هو أحد جنوباته الإعلام وحقيقة احنا إذا نستفيد من هذا الإعلام في قضية البكاء على الحسين عليه السلام عملية توظيف هذا البكاء يعني ما أقول السياسي البكاء الديني من أجل ابن بنت رسول الله هي شعيرة دينية ما معلقة شعيرة أحسنتم شعيرة دينية وحقيقة أنه هذا عملية أنه عملية انحناء على مصائب الأمة أنت حينما تبكي من أجل مثلا قضية ضياع حقها هنا أو ضياع حقها هناك أو ما يسمى بقانون الحقوق الدولي الإنساني الذي هو معني حقيقة فيه وقضية حماية الفئات المحمية في القانون الدولي أن الإمام الحسين عليه السلام ركز في قضية نهضته على الفئات المحمية مثلا فئة الطفولة أو مثلا فئة ضحية الألوان اللون الأسود يعني ذو البشرة السوداء هذا حقيقة تمييز عنصري احتضرها الحسين عليه السلام في رسالته ونهضته أنها من الفئات المحمية التي يطالب اليوم مشرع الأمم المتحدة في حمايتها قد سبقه الحسين ووضع نقطة
في هذا المجال. فيعني أنا أتصور أن البكاء على الحسين إنما جاء على وفرة من النصوص التاريخية والدينية حقيقة. معنى ذلك إحنا حقيقة أنا برجع إلى قضية مهمة، إحنا إذا أردنا أن نتخلص من كلام المنشدين علينا أن نتخلص من البخاري، وعلينا التخلص من ابن الأثير، ومن ثم من الطبري، لأن حضرة هذه فردة العصابة في بعض الصحابة في كتبهم، والقرآن الكريم أشار أيضا إلى هذه الفئات المجرمة التي دائما ما تختال وتقتل أصحاب النهضات والمفكرون. جيد أستاذ زيد، أنت تقول في مقالك، تقول فلقد وضع الشعب العراقي نفسه تحت طائلة الظلم وهو فرح. شلون الشعب العراقي خلى نفسه تحت طائلة الظلم؟ يعني شلون الشعب العراقي من سقوط النظام عليه من الله ما يستحق ومعنة الله عليه فرح. طيب فرح كان كبير وما محسوب الحساب. فرحة الشعب وبتأييد من المرجعية الكريمة انه نتجه نحو انتخابات وننتخب الناس اللي نحسهم هم اكفاء، وصوتنا حتى على الدستور. فانتخابنا كان بفرح، فجبنا الناس اللي خليناهم يمسكون زمام امورنا بفرح، وضعنا نفسنا تحتهم بفرح. فاليوم احنا اللي دخلنا الطبقه السياسيه، واحنا اللي صعدناهم علينا وظلمونا. النتيجه احنا اصبحنا احنا من وضع نفسنا تحت طائله الظلم واحنا فرحين. هذا اللي اقصده كلام. عندك تعليق على هذا الكلام؟ يعني انا حقيقه فيما يرتبط بالشؤون السياسيه لكل انسان ابداعاته في هذا المجال. وهو حقيقه الاستاذ مبدع في هذا المقال. وحقيقه انه هنالك مجموعه من الدموع حينما تراها لا تغتفر، يعني لا تغفر عفوا من ابكاها. العراق حقيقة هو طليعة الأمة العربية وطليعة المجتمع الإسلامي، لكن هو يمر بانحناء قد يكون عاطفي، أو يعني يمر بانكسارات سياسية لم يكن هو صانعها ولم يكن هو طرف فيها، ولكن دبرت تحت جنح الظلام وجنح الليل. وغالبا ما تكون من ورائها هي أيديولوجية الوهابية الوهابية التي حقيقة أسهمت بمعاناة الشعب العراقي. يعني عندي سؤال على ذكر الوهابية أو الفئات الناقمة على أتباع أهل البيت صلوات الله عليه، إحنا عندنا في السجون 5000 إرهابي وهابي سعودي. نعم. في المقابل هناك 5، طبعا هؤلاء الوهابيين يعتبرون أن كربلاء منجسة. نعم. يسمونها كربلاء المنجسة. في المقابل عندي 5 ملايين زائر إيراني يرى أن كربلاء مقدسة. مقدسة. نعم. أسأل شلون تعمل وياك؟ نعم بالفعل. نعم. يعني هنالك ازدواجية حقيقة في أنه النظر إلى الصور الواضحة، يعني أنا أتعجب يعني حقيقة من النظر الوهابية إلى لمعان صورة محبي أهل البيت عليهم السلام، حيث أنهم حقيقة هم جزء من قناة رؤية النبي. يعني ما من شك أن الحسين عند جميع المسلمين هو حبيب النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي أنه أتعجب من هذه النظرة المخلبية والنظرة ذات الألوان، أنه طبيعة الألوان السمجة اتجاه هذه المدرسة وهذه التطلعات. فلا تثريب على هذه المدرسة التي شحنت غيظ، مدرسة الوهابية والتي آثارها معروفة حقيقة. شوف لا تثريب، هو يعني لاحقت رياض الأطفال، لاحقت المدارس، لاحقت الأسواق، يعني لا يعني المساجد لم تبق شيء. أحسنتم. يعني أنا أقصد أنه لا نحمل انه لا نحمل اتجاه وعيهم او افكارهم، لا نتاثر بافكارهم، لا نتاثر بوعيهم. الاثر الديني الوهابي اللي استطاع ان يهجم على بيوتات تعاني من الضعف في اليمن، وعمليه تحطيم المجتمع والمجتمع اليمني وبناه الاقتصاديه و السياسية بشكل مروع، يكشف عن هوية هذا المذهب القاتل.
يعني حقيقة مذهب جاءت به أيد خفية. المسلمون أغلب علماء المسلمين كانوا ينددون بهذا الأيديولوجية وهذا المذهب الاستعماري اللي هو أحد مخرجات أو يعني إفرازات القوى الاستعمارية. فأقول أنه قبالة التشيع، قبال هذا المذهب الوهابي، فهما بينهما جوار، ولكن الجوار الطيب يختلف عن الجوار القبيح. أنا أتذكر كلمة لهذا المفروض أيضا يروح ينبشون قبره أو يروح يهدموه، جعفر بن علي الخزاعي كان يقول، يشير إلى قبر فلان والإمام الرضا عليه السلام، يقول قبران في طوس، قبر خير الناس كلهم وقبر شرهم كلهم، هذا من العبر ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما على الزكي من قرب الرجس من ضراري. نحن حقيقة قد نتضرر من الدفع الوهابي والأيديولوجية الوهابية، ولكن إن شاء الله الوقت والزمن حاكم بانطفائها وعلو شأن الشعب العراقي وما أبدع وما قدم للحضارة والثقافة. أستاذ زيد، أريدك تقرأ لي مشهد الجموع الغفيرة التي قطعت الصحراء من المملكة العربية السعودية باتجاه كربلاء سيرا على الأقدام. هذه صورة. الصورة الأخرى بعد الإشكالات التي حدثت في الكويت في قضية الحسينية، فتحت أبواب صفوان لتتدفق منها جموع غفيرة من الإخوة الكويتيين القاصدين كربلاء. أريد تقرأ لي هذه القضية. بالطبع أي إنسان يقدر يسير لأي طريق ويتحمل أي صعوبة أو أي مشقة ويترك عمله ويترك مهنته وشغلته ومصالحه إلا الهدف أسمى. العشق والحب اللي بداخل هؤلاء الناس احتارت الناس بتصنيفه. يعني حقيقة أي واحد عاشق للإمام الحسين وعاشق اللي ثورت الإمام الحسين وفاهم وواعي الأهداف الحقيقية يكون داخله بركان غير مفهوم وغير قابل للتصنيف المصطلح. لأنه عشق سرمدي، عشق الله سبحانه وتعالى وضع بذرته بداخل قلب هذا الإنسان، ثم أنه عشق مندوب على ألسن على أم المعصومين صلى الله عليه وسلم بقول الإمام الصادق لعله أوضح الأقوال: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. نعم. فبالطبع هذه الناس تسير بعشق وبحب وداخلها الفرح والسعادة وتبتهل الله سبحانه وتعالى أنه أكرمهم بهذا المسير. شكرا الأستاذ زيد الحسن الكاتب والمحلل السياسي، شكرا الأستاذ إبراهيم الجابري الباحث والأكاديمي. أيها الأحبة، كتب الأستاذ قاسم العجرش معد البرنامج الخاتمة التالية: استهدف القارئ الحسيني من لباسم لسبب واحد هو إشادته بموقف الحشد الشعبي. إشادته بموقف الحشد الشعبي بقصائده، واستجاب لإقامة مجلس عندهم، وأقام مجلس عزاء عند السيد الحكيم أيضا مع تنافس الرواديد على الصدارة. بالطبع هذا الجو فيه تنافس، لكن السبب الرئيسي يعتبره الأستاذ العجرش هو موقفه مع الحشد واستجابة الرجل حسيني وله جمهور ويريدون أن يحرروا عليه لمنعه في الدول الخليجية، ولا تخلو من نفس وهابي فهي خلطة خبيثة. في أمان الله.